بدء تسيير دوريات للجيش التركي في المنطقة منزوعة السلاح بإدلب. محامون بريطانيون يقدمون طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة بشار الأسد. الرئيس الأمريكي يمهل حلفائه الأوروبيين للموافقة على مقترحه حول سوريا. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. أعلن وزير الدفاع التركي خلوص أكار انطلاق دوريات روسية في المنطقة الحدودية خارج إدلب وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. انتشار النقاط التركية داخل الأراضي السورية لم يمنع نظام الأسد من مواصلة القصف الصاروخي والمدفعي على الشمال السوري، إلا أنه من المحتمل أنه سيتوقف بعد الخطوة التالية التي اتخذتها تركيا في المنطقة. دوريات تركية بدأت أولى جولاتها بين نقطتي المراقبة التابعتين لها بين تل الطوقان والصرمان بريف إدلب الشرقي، وفق ما ذكر مصدر مطلع لحلب اليوم. المصدر أكد أن تسيير الدوريات سيكون تباعا بين جميع النقاط التركية. وزير الدفاع التركي خلوص أكار أشار إلى وجود دوريات روسية مماثلة لكن من جهة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفا بأن تسيير الدوريات التركية والروسية يعد خطوة مهمة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار ومنع كارثة إنسانية كبيرة. ومنذ ساعات الفجر الأولى حتى ساعة إعداد هذا التقرير لم تسجل حالة قصف على المنطقة، هدوء يأمل الأهالي أن يستمر بعد أسابيع من قصف مكثف راح ضحيته العديد من الضحايا والجرحى المدنيين في أرياف حماة وإدلب وحلب. ويرى نحو 63% من المصوتين أن تسيير الدوريات التركية لن يوقف قصف النظام على المنطقة، وذلك في استطلاع أجرته قناة حلب اليوم على صفحتها في موقع فيسبوك، بينما يعتقد 37% من المصوتين أن الدوريات ستنجح في وقف القصف. ومعنا من أدلب مراسل قناة حلب اليوم خلف جمعة. خلف، بداية، ما هي المناطق التي تواجدت فيها الدوريات التركية؟ نعم حلا، الدوريات التركية انطلقت من نقطة الصرمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي، أيضا من نقطة تل الطوقان في ريف إدلب الشرقي. تجولت الدوريات في محيط هذه النقاط على الخط المحاذي لنقاط التماس بين الثوار وقوات النظام في الجهة الشرقية والجهة الجنوبية أيضا. قبل قليل وردنا خبر انطلاق دورية جديدة من نقطة العيس في ريف حلب الجنوبي على الخط الرئيسي الأوتوستراد الرئيسي بين سراقب ومدينة العيس طريق حلب دمشق الدولي. الطريق الذي دار حديث كثير عنه حول إمكانية فتحه بعد انتشار هذه الدورية. نعم. الآن الدورية ما زالت في التجوال بين نقطة العيس وتل الطوقان ومدينة الصرمان أيضا. الدورية منذ ساعة الصباح إلى الآن مستمرة في التجوال بين هذه النقاط. إذن هل هناك أي جدول زمني لهذه الدوريات أم أنها يعني بشكل متقطع؟ بدأت الدوريات بتسلسل أثناء تجولها في ريف إدلب الشرقي والجنوبي. انطلقت في البداية دورية الصرمان ثم تبعتها نقطة تل الطوقان أيضا. الآن قبل ربع ساعة تقريبا انطلقت دورية بلدة العيس، ربما ليكون تسلسل زمني بشكل مناوبة تقريبا لضمان وجود الدوريات العسكرية ضمن المنطقة منزوعة السلاح بشكل مستمر على مدار النهار. نعم، طيب خلف، يعني هل تم تسجيل أي خروقات من قبل قوات النظام حتى اللحظة؟
إلى الآن لم يتم تسجيل أي قصف أو خروقات من قبل قوات النظام على المنطقة من ذوات السلاح منذ ساعات الصباح إلى الآن. يشهد ريف إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي هدوء تام على صعيد القصف المدفعي والصاروخي. نعم، أشكرك. أو قبل أن أشكرك، نعم، ماذا بالنسبة للمدنيين؟ المدنيين الآن ربما هي حالة من الفرح أو الاطمئنان في الشارع الإدلبي. إلى الآن المدنيين كانوا متخوفين جدا من امتداد القصف وزيادة وتيرة القصف، خاصة بعد استخدام الطيران الحربي في قصف مدن ريف إدلب. الآن حالة من الاطمئنان في المناطق المحررة بسبب توقف القصف بعد انتشار الدوريات التركية، أملا في تطبيق الاتفاق بشكل حقيقي ووقف القصف من قبل قوات النظام على هذه المناطق. نعم، نتمنى أيضا أن يتوقف القصف عن المدنيين. أشكرك جزيل الشكر مراسل قناة حلب اليوم خلف جمعة، كنت معنا من إدلب. دوليا، قدم مجموعة من المحامين طلبا إلى المحكمة الجنائية الدولية باسم عدد من اللاجئين السوريين من أجل محاكمة قياديين من النظام في سوريا على رأسهم بشار الأسد. تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة نظام الأسد وتضغط من أجل تحقيق العدالة التي غابت عن سوريا لأعوام عدة. قضايا عدة رفعت ضد بشار الأسد، كانت أولها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قدمها محامون باسم 28 لاجئا سوريا في الأردن. قالوا إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم وطالبوا المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. سوريا ليست عضوا في معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد النظام، ما دفع المحامين للاستفادة من كون الأردن من الموقعين على المعاهدة وعضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يمكن المحكمة من النظر في قضايا اللاجئين المتواجدين على أراضيه. شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم شكلت العمود الأساسي في القضية، والذي كان السباق في رفعها مركز غورنيكا للعدالة الدولية تلاه فريق محامين بريطانيين. رودني ديكسون قائد فريق المحامين البريطانيين أكد أن القضية تشكل تطورا هاما للضحايا السوريين مع وجود نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا. قضية تزامنت مع تأييد أمريكي لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد مسؤولية النظام عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما العام الماضي، معتبرة أنها خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عنه. انطلقت اليوم فعاليات ومظاهرات نظمتها حركة الضمير الدولية في دول عدة حول العالم في يوم المرأة العالمي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات السوريات في سجون نظام الأسد، حيث نظمت في مدينة غازي عنتاب وقفة تضامنية مع المعتقلات أيضا. Vicdanının ortak sesi kitle imha silahlarını susturacak, hapishane kapılarını kıracak en büyük güçtür. هناك فعاليات عديدة بيقوم فيها السوريين مع المواطنين بالدول المجاورة والعالم، فمنها تركيا فيها عدة وقفات اعتبارا من اليوم لغاية 18 شهر، حتكون وقفات متنوعة وفعاليات متنوعة، منها الفعالية فعالية اليوم هي من أجل المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام، وأعتقد هي من واجب كل إنسان حر يقف مع المعتقلين والمعتقلات، لأنهم مأساة لعدد كبير من السوريين.
محليا أفاد مصدر خاص لحلب اليوم بأن عصابة خطف من السويداء قامت باختطاف شاب من أبناء مدينة درعا أثناء عودته لمكان إقامته. وقال المصدر إن عصابة الخطف تفاوض أقرباء الشاب يوسف أبو نبوت، كما أنها طالبتهم بدفع مبلغ 100 مليون ليرة سورية مقابل الإفراج عنه. وتشهد محافظة السويداء عددا من حالات الخطف المتكررة بغية الحصول على مبالغ مالية. أفرجت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب شرقية حلب عن مراسل حلب اليوم وعدد من المدنيين والناشطين الإعلاميين بعد اعتقالهم أثناء احتجاج نظمه سائقو الشاحنات في المدينة ضد قرار يخص النقل من تركيا إلى الأراضي السورية. بعد اعتقالها عددا من السائقين والإعلاميين، أفرجت قوات الشرطة في مدينة الباب عن مراسلي قناة حلب اليوم مالك أبو عبيدة الذي اعتقل خلال تغطيته لاحتجاجات سائقي الشاحنات في المدينة على قرار السماح بإدخال الشاحنات التركية المحملة بالبضائع إلى الداخل السوري. مراسل حلب اليوم وبعد الإفراج عنه قال إن شرطة الباب اقتحمت الاعتصام السلمي لسائقي الشاحنات وعمال النقل وفضته بالقوة، حيث قامت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي في الهواء واستخدمت رذاذ الفلفل لتفريق المحتجين. سائقو الشاحنات كانوا قد نظموا احتجاجات في عدة مناطق بأرياف حلب من بينها مدينة عزاز ومعبر باب السلامة الحدودي، معتبرين أن هذا القرار سيحرمهم من مصدر رزق وسيؤدي إلى خسارة العمال لفرص عملهم، حيث كانت الشاحنات التركية تفرغ حمولتها في المنطقة الحدودية بين البلدين لتتولى الشاحنات السورية نقل الحمولة إلى الداخل السوري. من جانبه اعتبر أمين جمارك السلامة محمد القد في تصريحات صحفية لزمان الوصل أن القرار التركي جاء لتوحيد آلية العمل في كل معابر الشمال السوري، موضحا أن القرار تم تنفيذه في وقت سابق في معبري الراعي وجرابلس وله جوانب إيجابية كبيرة، منها أن دخول البضائع مباشرة من شأنه خفض أسعار البضائع التركية في الأسواق السورية إلى جانب تنشيط الحركة التجارية بين البلدين. وبين من يعتبرون القرار مضرا بفئة كبيرة وآخرون يرون فيه منفعة عامة، أفاد مصدر خاص لحلب اليوم بأن مساعد ولي غازي عنتاب طلب اجتماعا مع اللجنة التركية المشرفة على سوريا لمناقشة احتجاجات سائقي الشاحنات وإيجاد حلول لها. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. التعليم التطوعي في مخيمات النازحين بريف إدلب ينقذ مئات الطلاب من الجهل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطت 8 حلفاء أوروبيين مهلة للرد على المقترح الأمريكي
لتحقيق الاستقرار شمال شرقي سوريا. تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين على 8 حلفاء أوروبيين من بينهم بريطانيا وفرنسا للرد على مقترح أمريكي يدعوهم للبقاء في سوريا كجزء من حلف مستقبلي يضمن عدم عودة تنظيم الدولة ويحقق الاستقرار في شمال شرق سوريا. وول ستريت جورنال قالت إن من أهداف الخطة الأمريكية أيضا العمل على عدم حدوث صدام محتمل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا التي تعتبر تلك القوات إرهابية. ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون للصحيفة عن مكان انتشار قواتهم وقوات الحلفاء الأوروبيين في سوريا إن بقيت، فيما إذا كانت داخل المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شرق الفرات أو خارجها. ويصر كبار المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي على أن مهمة الإشراف على المنطقة الآمنة ستكون لأنقرة فقط، وهو ما أكده وزير الدفاع التركي خالوص أكار إذ قال إن تركيا ستبذل ما بوسعها للحفاظ على أمنها لأن حفظ الأمن لا يمكن أن يقوم به وكلاء، مؤكدا على أن القوات التركية قادرة على تولي الأمن بمفردها في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا وستعمل ضد التنظيمات الإرهابية مثل إيبيجي وتنظيم الدولة. قرار إبقاء 400 مقاتل أمريكي موزعين بين التنف وشرق الفرات ربما يقنع حلفاء واشنطن الأوروبيين بالبقاء في سوريا، إلا أن انتشارها في المنطقة الآمنة المحتملة شرق الفرات لا يبدو أن تركيا ستقبل به. ومعنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، أرحب بك سيد فراس. ما هو موقف تركيا في حال إصرار واشنطن على نشر قوة دولية في المنطقة الآمنة؟ طبعا تركيا هي رافضة بشكل قطعي أن يكون هناك تواجد أي قوة كانت إذا لم تكن تركيا متواجدة بها، وحتى إن لم يكن تواجدها أيضا كبير هذه الأراضي على الحدود التركية، وهذا أعتقد أنه متفهمون يعني الدول الأوروبية أو الدول التي يصعب أن يحصل منها تحالفا دوليا في تلك المنطقة. ويعني فرنسا أو بريطانيا أو غيرها يعلمون تماما حساسية هذا الموقف التركي لأنها على أراضي تركيا مباشرة وعلى تماس مباشر، ولذلك حتى من الناحية الاستراتيجية والعسكرية لا أعتقد أن هذا التحالف يمكن أن ينشأ دون التواجد التركي، لأنه ببساطة يحتاج إلى الدعم اللوجستي التركي الذي هو الآن متوفرا مع القوات الأمريكية، ولذلك صعب جدا أعتقد من الناحية التكتيكية والتكنيكية أن لا يكون التواجد التركي والحضور التركي بشكل كبير في هذه المنطقة. وذلك أعتقد أن الادعاءات أو الطلبات بتواجد تحالف دولي يعني ضعيفة ما لم تكن تركيا موجودة وبقوة فيها. نعم. طيب بشكل عام لماذا تصر تركيا كثيرا على إدارة المنطقة الآمنة؟ نعم، لأن هذا سيدخل في أبواب متعددة، أبواب استخباراتية، أبواب حفظ الأمن القومي، أبواب ماذا يحصل على الحدود التركية الجنوبية. لذلك تركيا كقوة عسكرية قادرة وبكل بساطة أن تسيطر على تلك المنطقة من أجل استقرار المنطقة وليس من أجل شيء آخر، إضافة إلى أن هناك قوات معها قوات سورية يعني التي هي معارضة لحكومة دمشق، إذن التواجد التركي السوري سيكون، إضافة إلى أن هناك أيضا ممكن إيجاد صيغ أخرى بالنسبة لشرق الفرات بالتفاهم مع التفاهم الأمريكي وحتى التفاهم مع السكان أو القوى السياسية المتواجدة أيضا مع شرق الفرات ضمن الشروط القانونية المعروفة لدى الجميع وأيضا ما يحقق المصالح التركية. ولذلك لا بد أن تكون الإدارة أيضا في تركيا، وطبعا تركيا لا بد أن تطالب بهذه الأمور حتى لا يحصل هناك أي تراخي من الطرف الآخر الذي ربما يحاول فرض أجندته السياسية. نعم. التي قد تتعارض مع المصالح التركية. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو، كنت معنا من اسطنبول.
نبقى في الشرق السوري، إذ تظاهر عشرات النازحين السوريين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية مطالبين التحالف الدولي بتأمين ممرات إنسانية نحو الشمال السوري. وأيضا رفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تناشد التحالف الدولي لمساعدتهم للخروج من المخيم نحو الشمال السوري. كما ناشدوا الأهالي في المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام لمساندتهم والتضامن معهم. وكانت الهيئة المدنية في مخيم الركبان طالبت التحالف الدولي بفتح ممرات إلى المخيم المحاصر من قبل قوات النظام وروسيا. يفتقر الكثير من أطفال المخيمات للتعليم، بينما يتلقاه آخرون بجهود معلمين متطوعين في ظل ظروف صعبة تشهدها معظم مخيمات الشمال السوري. من خيمة إلى خيمة أخرى ينتقل إبراهيم داخل مخيم النزوح هذا، إلى خيمة حولها هو وبعض المتطوعين إلى صف دراسي في ظل غياب مدرسة نظامية، إنقاذا للأطفال هنا من شبح الجهل. قررت أن أجعل نفسي مع زملائي متطوعا في سبيل أن نمحي الجهل عن تلاميذنا ونمحي هذه الأمية عن التلاميذ الذين هم أمانة في أعناقنا. المتطوع بين قوت يومه وبين العمل في المدرسة، نحن فضلنا أن نعلم التلاميذ على قوت يومنا أن نعمل ليطعم أولادنا. أنقذ التعليم التطوعي مئات الأطفال من خطر الأمية الذي يهددهم في المخيمات، إلا أنه يبقى مهمة صعبة بسبب نقص مقومات العملية التعليمية واضطرار المعلمين النازحين للعمل في مهن أخرى لتأمين قوت يومهم. أحد المشاريع اللي قدمتها سيريا ريليف هو تأسيس نواة المدارس في المخيمات عند تواجد عدد أكبر من النازحين. شرط الاستمرار هذا المشروع هو وجود معلمين متطوعين في المخيمات. هذا الشيء شجعنا أن نقدم لهم خيم صفية ومقاعد وقرطاسية وصناديق ترفيهية وغيره. الدعم المقدم من المنظمات الإنسانية لا يغطي الاحتياجات الفعلية للتعليم في المخيمات، كذلك المدارس التطوعية، فهي لا تغطي إلا عددا قليلا جدا من أطفال المخيمات، الأمر الذي خلف أعدادا كبيرة من الأطفال المحرومين من التعليم لعدة أعوام. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريفو إدلب. ضمن إطار الظروف الصعبة، أكدت الأمم المتحدة وفاة العشرات من النازحين عن آخر جيب محاصر لتنظيم الدولة في قرية الباغوز بريف دير الزور الشرقي وسط ظروف صعبة ومأساوية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 90 شخصا فقدوا حياتهم خلال رحلة النزوح من ريف دير الزور الشرقي إلى مخيم الهول الشرقية الحسكة، وثلث هؤلاء الضحايا أطفال دون سن الخامسة. وأضاف المكتب أن هذه الحصيلة وقعت خلال الفترة ما بين نهاية كانون الأول الماضي والثالث من آذار الجاري. عاودت روسيا نشر صورة جديدة لرأس النظام بشار الأسد تظهره واقفا بعيدا عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء حديثه مع عسكريين واستشاريين روس. ونشرت وسائل إعلام الصورة بعد أيام من بث صورة مماثلة في قاعدة تحميميم العسكرية بريف اللاذقية تظهر الأسد خلف أحد الجدران إلى جانب ضباط روس لحظة إلقاء بوتين لكلمة على قواته في ساحة المطار. رغم وجود حل بديل لانقطاع تيار الكهرباء النظامي في مدينة الرقة، تستمر المطالب بإصلاح شبكة الكهرباء وتغذيتها مجددا، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء البديلة أو الأمبيرات. يعاني سكان مدينة الرقة من انعدام التيار الكهربائي الرئيسي لتضرر شبكة الكهرباء بشكل كلي نتيجة المعارك التي دارت إبان طرد تنظيم الدولة منها، إضافة لعمليات السرقة التي قام بها مجهولون في فترات سابقة. طالت الأسلاك الكهربائية والمولدات والمحولات. نحن بدنا شبكة الكهرباء الرقة تمشي بها شبكة الكهرباء بأكملها، يعني ترجع مثل أول الرقة بأكملها كهرباء. يعني عم نحط لنا 12-13 ألف إمبيرات نقطع من تبع الجنة نحطها، أحسن ما يحطوا إنه ملايين ملايين على دوار النعيم. اليوم يسووا شبكة الكهرباء كلها تعادل دوار النعيم.
مولدات الكهرباء أو الأمبيرات هي البديل المحلي الذي يعتمد عليه أهالي الرقة، حالها كحال معظم المدن السورية، لكن تأتي بكلفة عالية وفاعلية منخفضة، ما يترك مجالا مفتوحا للخلاف بين مشغلي المولدات الكهربائية والمشتركين لديهم. وكمولدات مولدات أمبيرات في أعطال بتصير، يعني مرات بيعدي العطل أسبوع ظل العالم من دون كهرباء. في تعويض يعني بس مو التعويض الرسمي يعني. وفي يعني عندك عدة شغلات، اليوم الفقير منه ماخذ مثلا أمبيرين أو ثلاث يعدي عليه بالأسبوع مرة أنه ما يقدر يدفع يقطعوا له كبله. رغم الأعمال التي يقوم بها مجلس الرقة المدني فيما يخص نقل الركام وترميم الطرقات، إلا أنه ما يزال غافلا عن أهم حاجة لدى الأهالي وهي تأمين الكهرباء حسب قولهم. احنا نتمنى أن الكهرباء ترجع مثل أولي وأحسن، بس ما في جهود بهالشيء، فبدنا أنه حدا يسعينا بهالشيء. يعني مازوطات بالشتوية كل واحد إجا برميل شو بده يكفي، يوم يومين ثلاثة شهر وبعدين. يعني الحي بدون كهرباء، يعني أسلاك ما في، ترانسات ما في. ورغم الدمار الذي طال المدينة المنكوبة وآلاف الضحايا والنازحين، يبقى المواطن الذي عاد إلى منزله بعد النزوح على أمل أن تعود الخدمات الأساسية إلى محافظة الرقة. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلب توداي تي في دوت نت. لقاؤنا يتجدد في نشرة المساء، إلى اللقاء.